يسعد مساكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده ومنوعه من برنامج ظواهر. برنامج ظواهر يحمل لكم الضحكه والابتسامه من خلال مشاهد في الشارع العراقي. راح نبدي مشوار حلقتنا لهذا اليوم، لكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، خلونا نبدي أول فقرة من فقرات حلقتنا لهذا اليوم، وهي فقرة طقطقة. اليوم فقرة طقطق راح تدور أحداثها بين الابن وبين الأب، ونشوف الابن السيء الابن العاق شلون يسيء الأبو، ونشوف الغيرة العراقية شلون راح تتدخل. خليكم ويانا حتى نشوف الموقف العراقي إلى هناك. وضحتك قدام العين، باخذ لي هذا، خذ لي اياه، خذ لي اياه. اقول لك اوفر، خذ لي اياه. اقول لك انا بيا سكر لك بابا، بيا سكر. بسم الله خلص. انت ليش تلح؟ انت ليش اقول لك الا خليه هذا، الا خليه. يلا ها يلا، ما اقول لهم اعطيني اياه، انا بيا سكر. هذا زين علي، شوف ايش ماخذ بابا. طيب كل المرته ماخذها، كل المرته. اي مالك هاي سوالف عادي يا ابوي، انا غير ابوي. ده الخبز مال الشعير، هذا انا عندي سكر، انا هذا الخبز مال الشعير. مين 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 ابوك هذا؟ ها؟ ابوك هذا؟ اي انا وابوي. لا تتدخل، احسب لي مال زوجتي. خالد ايش فيها جدي؟ ايش فيها جدي؟ مو ربيتك انا وتعبت عليك؟ سويت لي رجال، جبت لي بيت. قالي هاي تستحسب علي؟ كلها بايجارات. جدي ما الله يخلصني منه. قولي جدي، اقول لك ما جدي انا. قولي جدي اخوي انا وابوي. انا خوش زلمه ما جدي انا يعني، بس انت ما تشتري لي. انت ما تشتري لي. شاد ويا زوجتي ما ادري شنو. ليش ما تشتري لي؟ الله يخلصنا منك. ليش؟ ليش؟ تعبي انا بتعبي. ما لا تاخذ من عنده. خلف الله علي هو سواك. شنو؟ خلف الله علي هو سواك. لا انا زوجتك وسويتك ادمي وكبرتك. اخوي لا تتدخل، هاي الفضول. ليش هذا الفضول؟ اي انا وابوي. اريد خبز مال شعير. ما يشتري لي. تتدخل جان. ما يشتري لي. اتقف على الجدينه. يجدي هو يجدي بقى. هذا طلع، هذا ما لا تقول لي جدي. انا صوتي، لا تقول لي جدي. انا صوتي طلع، لا تقول لي جدي. ليش ما تشتري؟ انا وابوي ما طلع، كان خارجني بالبيت البارح. البارح هي ما خلاني اليوم طلع. ما ادري انا يعني. اخوي لا تتدخل، لحد يتدخل. ما ادري زواجه. ايه طالع. لا حبيبي رجحني، لا تاخذ من عنده. شنو جدي حالك؟ انا اخوي مو ابوك ولا انا ابوي. لا تدخلك انت. انا اسمعوا عليه، مو ابوك ولا انت. خربيتك وتعبت عليك. ايش دخلت يا حبيبي؟ واخ احسب لي بس المرض ما زوجت. هذا ويا هذا ويا. لا يا امي حجي مسا حبيبي. انا وابوي رجال تدخل. انا داخله لابوي. انت شاليك اي بس نت الطيار. فضحتني قدامي. ما فضحتك؟ ليش فضحتك؟ سويت لك انا داري. شو اسمك؟ ليش فضحتك؟ العالم عيب. أنا صوتي طلع. أنا صوتي أبوك أطلع. أبوك هذا أبوك. شنو صوتي؟ أنت شايلك أخوي تدخل. شنو هو صوت أبوك اللي جا وياك؟ اطلع برا، اطلع برا، ما تستحي قبل لفة. يا شباب شوف. هذا هم جايبه هنا؟ هو مالتي، هذا مالتي، هو هذا. هو هذا مالتي. عمر حجي. عمو هذا العسل زين؟ هذا عمر حجينا. لا بس خبز شعير هذا. هو جبت لك 15 هذا؟ اي وين تحب العسل زوجتك؟ زوجتك؟ ايه هذا زوجتك وما تشرب لابوك. طبعا ام بيتي. هذا خليها له. شوف باوع، خليها الولد هذا. جدي خليها الولد. نظرت قلت لك خليها الولد هذا. لا انت مش تقول ولا هاي. لا تتدخل اخوي انا. لا تقول لا تتدخل انا وابوي. واصل هسه ما عليك انت. لا تدفع. لا قلت شو مارد بس خبز شيء يعني. ثاني صار عيوني. إيه اشتري انت. قلت له هو اشتري لي هذا بتعبي كله. اجيبه بتعبي. تعبي؟ اي والله بتعبي. شنو
لا لا انا ليش ربيتك؟ ما دبك المدرسه ما سواك؟ لا انا درست. عمو احسب لي اياها كلهم. عمو هاي زينه؟ يلا احسب لي اياها. قول لي شو اسمه؟ فضحتني قدام العالم. الولد اشترى لي هذا الولد اشترى لي اياها. الولد اشترى لي يا بابا اخوي قام يجدي ها؟ لا تتدخل انا اول العباس راح يفنشها هذا وقلت لك اطلع برا بس اخذ مسواق واطلع يقعد يطلع ابوك بعدين تطلع برا يلا يلا برا يلا يلا برا خذ بس لا تتدخل ما لك علاقه بس هو ابوك بس سؤال هو ابوك هو ابوك اي ابوي اي عفوا انا حسابي وياك بالبيت ما اروح اليوم وياك ما اروح انا وصلك روح بات يلا والديك اشكرك رحم الله والديك قدام العالم رحم الله والديك يا ولد فقر فقر واصل فقر وفقر فقر تعرف فقر شنو بس احسب لي انا ايش قد والله من فقر والتضامن بدي استحي بدي استحي بدي استحي ها وقف 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 ابني هذا ابني وقف ابني كاميرا خفيه كاميرا خفيه كاميرا خفيه كاميرا خفيه كاميرا خفيه كاميرا خفيه تعال تعال تحت 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 قول يا الله هذا العراقي الاصيل وهذا العراقي الاصيل تعال 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 صديقنا تعال اوقف يا يابا تعال الاسم بالخير الاسم بالخير امير شو اسمك انت تعال هنا تعال بس عد يلا شو اسمك انت جد حيلي يا معود ها سيف مأمور امير نعم الله يحفظكم ان شاء الله الله يسلمك والدك عايش اي الحمد لله صحه وعافيه الله يخليك والدك عايش الحمد لله شكرا صحه وعافيه ان شاء الله شنو هذا الاندفاع الخلاق الدافع لابو وسن طبعا ابو وسن ممثل ويانا بالبرنامج واحنا وياك قناه زاك روس على الراس شنو الاندفاع؟ بس نقدر نباوع على الكاميرا هيك نطول. والله صعبه من اشوف يعني تحكي شوي ابوك صعبه. صح. لان مو الهين سوى ويانا. صح. هو الاب كيف تلبي؟ اكيد لعد شلون؟ لو ما هو لو ما هو موقف انا هيك قبالك. كيف لك هو الله. مالك صحيح. الحلقه نعرضها؟ عرضها براحتك. تسلم حبيبي على مشكل غيرتك. مشاهدينا الكرام بعد ما شفنا هذا المقلب بصراحة المقلب كلش حلو واللي عجبني هو تدخل أحد الشباب من شاف الابن يعامل أبوه بهاي الطريقة حتى تعرفون دائما أنه الأب شقد غالي بس يا عين عليك يا مسار شقد شبع طن كتل الله يعينك ومن هذا المقلب وين راح ناخذكم؟ ناخذكم إلى مقلب جديد وهو سؤال عطاير ويا زميلتنا نور رمضان كريم الله اكرم نعاد عليك بالصحه والعافيه الجميع شلونك بالرياضه يعني؟ الرياضه مو هالقد يعني اذا اسالك 18 في 17 ترى لا اكيد اكيد لا اكيد لا تمام ما غير لك الفقره سله غذائيه تترسليها خلال 30 ثانيه مو اوكي بلش يلا مين تحب تبلش غذائيه بالبدايه يلا اوكي أنا تبلش يلا بلش أسرع
5 4 3 2 1 انتهى الوقت. روح على الكاس. اوكي روح. يلا انت متزوج له ولا لا؟ يعني الفطور اليوم كان من ايد الوالدة؟ اكيد. صحة وهنا. ما صار كان الفطور دسم؟ لا اكيد دسم. صحة وهنا. شكرا. عادة من يسوق بالبيت؟ الوالدة. والدة؟ خليها ان شاء الله. شوف الحساب ايش قد. زين منوع بالمسواك. اي اكيد. ايش قد الحساب؟ ثلاثة وثلاثين. ساعة تدفع؟ اكيد. يلا الله الله الكرم العراقي. احنا ما راح نخليك تدفعها اكيد. هاي فلوسك. بس احنا حابين نجرب ونشوف راح تدفعها الغير العراقية لو لا. اوكي. والهدية هدية مقدمة من قناة زاغروس الفضائية. يا رب عليك ينعاد رمضان بالصحة والعافية. شكرا ما قصرت ولا. شكرا. يا عيني عليك يا ضيفنا، شلون نتعامل ويا الموقف بكل لطف. احنا ناس نحب الضحكة والمزاج العالي دائما. ربي يحفظ كل شبابنا وكل العراقيين بكل مكان. ومن سؤال عطاير هالمرة وين؟ هالمرة الى بياع السمك في فقرة طقطقة. راح نشوف اليوم جاسم صار حنين واخذ دور الابن واصطحب امه الى بياع السمك. خلينا نشوف شنو اللي سواه هناك. خليكم ويانا. شلون؟ ان شاء الله مرتاحين. شفتكم سمك؟ شدك سمك؟ طالع لنا خشن الخشن طلع لي اياه. ايه تعال حجي هنا هسه شمعة وقفت لي هنا. طلع لنا بعد الخشنات. خشنات اخر. قلت لك يما ما عندك زوري هذا الزغار ما تقلاه؟ شو تسوي بيه؟ هذا السمك الزغار ما بتقلاه؟ لا والله ما عندك. شو تسوي بيه تقلاه؟ هاي هذا السمك ما ترضين بالتقلاه؟ الكبير ما اريده يما اريد الصغير ولا تخيس البيت. يا اخي ضاعوا العقليه مالك. انا ادور شو وياي الدوله. صدق تشوفين الخشنة وزننا ما عندنا بس صغار؟ صغير وناتي. انت عمري انا مرصاد. ايش بيكم عودة؟ يا بوقف على كيف؟ ايش بيكم خشنتني ايش بيك؟ ايش تسوين؟ يما سمكات صغار. لا يا اخي زوجتي خاصة الشقة بسببها ريحة السمك تذبح بالبيت. وذا زوجتك؟ زوجتك لأمك. خلا حتى لو تاخذ هذا السمك ما تعطيني مني، انا اريد صغير ما تقلي. الله تتبشبش علي. مالك؟ يلا اخوي يلا رحمنا. ايش تسوين؟ ايش تسوين؟ بسيطة بسيطة انا علمك. بيتخرب اللي اخذ البيت لازم انت ما تقدر انا متزوجتك. شنو تاخذ البيت؟ ما عندها بيت هي شنو؟ غير من هانت هي. ما اكل منه هذا ما يعطوني من العدان اجيب لك. عمري اليوم ما نافذ بيتنا شنو السالفة؟ بس هاي السمكات صغيرة. البيت توصح انا متزوجتك ما تسوي لامك هيجي؟ اي ما ترضى ما ترضى خاله ما ترضى. ما عندي انا ما عندي بس. اذا ما عندك شنو السالفة عمي؟ تعال يوم شوي مرخصتك شوي. يا يوم ما رديش البيت ناطرك كذا شنو تودي البيت هيك انت شنو درد دخل لا دخل لا 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 ل
تحيتي تحيتي ايش خير رد لي تعال ما يسوي تحيتي انقطع حتى الكمام ما لك شغل يمي ما لك تعال شيل ما لك انت قلت لا تصيح عليه لا تصيح عليه لا تصيح عليه لا تصيح عليه امك هاي على مود مرتك على مود مرتك مقلب 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 هاي كاميرا يا معفو حبيبي العفو قطع ارجل معذرة قطع تبديها تعال قطع في كمامة يا معود هاي مهما هاي الام الام ما تتعوض يعني اسمك كريم محمد محمد اريدك توجه لنا رسالة للي يأذون امهاتهم اللي يأذي امه طبعا ارجل معذره شو اقول لك هذا ما حتى ما له قبر بين القبور نقول لان الام عظيمه الام العظمه لله الام تتعوض يعني انا تخيلت شفت المشهد انه تخيلت والدتي هاي للامانه يعني والله الله يسلمك رحم الله طبعا اعزائنا المشاهدين مثل ما شفتوا حلقه كانت نار وفول بالختاميه اردس لك اخر سؤال الله يسلمك نعرض او لا لا اعرض يا حبيبي ايوه اعزائنا المشاهدين الى هنا باي باي يلا ماما شنو وين شنو؟ ابد ابد مشكور منك مشكور مشكور منك عندنا شغل في دمج قلبك تحياتي لك طبعا شوفوا غيرة العراقي تحياتي لك في دمج قلبك والله العظيم تحياتي لك جاسم بعد اللي صار ما أتوقع راح يكمل عطية بالبرنامج شبع طنك كتل بس بصراحة هو سوى هيك حتى يقدم لنا الضحكة والعبرة وأكيد ما زلنا مستمرين في فقرات حلقتنا لهذا اليوم راح ناخذكم إلى مقلب جديد وفقرات جديدة وهي فقرة السؤال عالطاير ويا زميلتنا نور رمضان كريم علينا وعليكم شلون الفطور اليوم؟ والله شوي الحمد لله مبين ثقلت ما بك حلتك زين بالرياضيات شلون؟ يعني اذا اسالك 13 في 23 13 في 3 ما لقيت اصعب من هذا السؤال؟ لا ما لقيت اصعب منه حتى ما تجاوب شويه اسهل راح اسهل لك اياه ثقيل بس مو هيك انه الفطور ثقيل والسؤال ثقيل هاي راح اغير لك الفقره الثانيه تقول اجيب لك سله هاي السله الغذائيه ترسل لي اياها خلال 30 ثانيه موافق هاي يلا صايرين يلا باي. يلا احزاغله شويه وخليت تخليه بس المفروض من تبدي يلا اوكي مين راح تبدي يلا نبلش بلش بلش وياك الوقت اصلا يلا اسرع 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 شاي شاي وحليب خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد خلص الوقت روح على الكاشية يلا أول حتى العربانة ما بيك حيل تتفاهم من ورا الفطور الفطور تجي المصدق واحنا العراقيين دائما يكون أكلنا دسم والوجبة دائما تكون ثقيلة فلازم صحة وهن كورن فليكس وحفاضات وحليب وشار شلون ما تدري جبيدي طيتوني بس 30 ثانية
صار الحساب؟ 45 يوم اتقلها ويا تقل الاكل ان شاء الله. احنا اصلا ما راح نخليك تدفعها، بس احنا ردنا نشوف راح تدفعها لو لا. ما اتفقنا. تفضل. والهديه هديه مقدمه من قناه زاغروس الفضائيه. وفقره كلش حلوه وبرنامج راقي، عاشت ايديكم. العافيه. الله يعافيك. شكرا. شكرا عيوني. ومثل ما شفتوا الاخ هنا ويانا اكيد هم دفع الحساب، واكيد هم ما خلينا. فلهنا تنتهي فقره سؤال عالطاير. في امان الله. يا عيني على الشهامه والكرم العراقي، احلى شيء من بقى يضحك طول الوقت بصراحه مهتم ودفع الحساب. إذا مشاهدينا الكرام انتهت حلقتنا لهذا اليوم، لا تنسون إطلالتي من سلطانة للزي الخليجي. انتظرونا في الحلقات الجاية من برنامج ظواهر.